السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم متابعينا. قبل أن أبدأ من فضلك اشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو، ومن فضلك قم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. نقدم لكم أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 10 مايو 2020. تابع معنا الفيديو للنهاية. سعر الدولار في بنك مصر إيرال للتنمية 15 جنيه و72 قرش. سعر الدولار في بنك العربي الأفريقي الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك ريدي أجريكول والبنك التجاري الدولي سي آي بي والمصرف المتحد والبنك الأهلي الكويتي وبنك صيب والبنك الأهلي اليوناني بمصر والبنك المصري الخليجي وبنك عودة 15 جنيه و70 قرش. سعر الدولار في البنك المركزي المصري وبنك الإسكندرية 15 جنيه و69 قرش. سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري 15 جنيه و68 قرش. بالنسبة لأسعار العملات الأجنبية والعربية، سعر اليورو 16 جنيه و91 قرش. سعر الجنيه الاسترليني 19 جنيه و30 قرش. سعر الدينار الكويتي 49 جنيه و70 قرش. سعر الريال السعودي 4 جنيه و10 قروش. سعر الدينار الأردني 21 جنيه و89 قرش. سعر الدينار البحريني 40 جنيه و93 قرش. سعر الريال القطري 4 جنيه و12 قرش. سعر الريال العماني 40 جنيه و30 قرش. سعر الدرهم الإماراتي 4 جنيه و25 قرش. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة. لو عجبك الفيديو دوس لايك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.